سي حميد، سي حميد، نوض شكون شكون سي حميد؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اللي بغى يدخل لهذا البيت خصو يدير الماسك على نيفو. سي حميد، سي حميد، سي حميد، صباح الخير ولدي. ثقة ولدي، بركة من النعاس. نوض نوض، بركة عليك. مالك عمي واش لعبتي؟ لا 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 لا، غير هذا البارفان اللي عندكم في هذا البيت كيخنقني، ما كنقدرش عليه، مجهد عليا. الله يحسن العوان، هذيك راه السبرديلة ديال اللطفي تيحشيها تحت الناموسية. يا لطيف يا لطيف، هذا مال الضرب والله، هذاك شحال مرة كنتسرع منه وكنقول له ملي تبغي تحيد السبرديلة طلعها للسطح. كيخافك تلبسها ليه يا عم؟ يا وجع ما كاع يلبسها ليه، شنو غادي يوقع في الدنيا؟ لا غير قال لك رجليك كبار وخافك لا توسع عليه السبرديلة. رجليا كبار؟ لطفي لطفي، ياك وليدي ياك، انا رجليا كبار ياك. انت رجليك صغار، خرينا غير الناس صغار صغار ازيدي صغار. نوض ولدي نوض، اش كتفيق فيا من ذات الصباح هذا؟ شنو كاين؟ ايوا ولدي راه كيخصنا نمشيو نقلبوا على العماره اللي غادي نكريو، اللي غادي نديروا فيها الشركه ديالنا قبل ما يتقاضى الصباح هذا. عمارة في 5 الصباح عمي. ايوا شنو راه كيخصنا نضربوا الحديد مع الدو سخون؟ خليه يبرد، خلينا نعمل عزل عام. ها عمي راه تقول اوليدي الفياق بكري بالذهب بشري. عمي الذهب خذو انت، خلينا نهار نحس. ايوا واش غادي ندير؟ امر الله. لا حول ولا قوة الا بالله، نساو بان هذا النهار اللي غادي نقلبوا فيه على مقر الشركة بانه نهار كبير. ماشي هذا نهار كبير، هذا نهار كبر من كبير. هذا نهار تاريخي، ماشي غير تاريخي، تاريخي وجغرافي. للأسف عندي مؤهلات باش نكون راجل لاباس عليا، ولكن الله غالب. دابا تصور معايا وكانت عندي شي مرة من سيدي عندها شي منصب مهم، وكتدخل شي مندة صحيحة، وشي وليدات حتى هما قافزين مدبرين على راسهم، ها ويكون كلشي كينتج ماشي كلشي كيستهلك. كرهني العمس اللي كنتبرع مع راسي في شي بولاتي الفيلا، مش بولاتي الطوموبيلة حتى هي عريانة من السقف، ما كاين غير التفركيس والتبارع. كاين دوماج قالوها الفرنسيس، شاكان سون شونس، كلا وسعدو. سمحي الاخ الله يخليك، بغيت نسولك عفاك. قول لي هاد العمارة الكار ياك؟ هاد العمارة شحال يكون فيها من طبقة؟ 6؟ لا انا ما خصني شي حاجة يكون فيها 60، الا بغينا نديرو فيها مقر ديال الشركة ديالنا. كاينة؟ فين عاد؟ أمريكان؟ أشنو دابا كتهلا عليا ولا؟ عمرك تحقرني، أنا رجل أعمال، وراه الميزانية ديالنا سيدي ديال الشركة المجهولة الاسم تقريبا 650 مليار. أوه أوه أوه، شحال تنكذبوا ولا؟ أه الولد كان في طاليان. أشنو؟ كتستهزا بيا؟ مربوح؟ ويلي رجع لنا، مالك كدوي غير بوحدك؟ أه أحسن من ديك فين تربى. ويلي مربوح، مالك حماقيتي؟ اش كان بين عمرك كيستهزا بيا؟ شكون هو؟ هذاك راه ما كتشوفوش راه. انا شفتو ولكن اش بالك؟ انا كنت كنهضر معاه في البيع والشراء، هو كان كينكت عليا. وينك الادب هذا؟ وما عرفش بلي الضحك كيفس البيع والشراء. وقولوا عليه. عرفتي كون انا كنت في بلاصتك غادي نعطيه التصرفيقه باش ردوا لبلاصتو. راه خفت نصفقو ويجي يدير عليا الشهود. عقبي الغرض ما كاين حتى حد. ياك غير تكره الله. يلا. يقعدوا. نظرة سامحي لي، سامحي لي يا بنت، سامحي لي، ما عمرها طرات لي، سامحي لي اختي نظرة. صباح الخير. صباح
احنا على الله. خويا حبيبي عندك تم، عندك تم، ما تقربش عليا. اه خويا رد امك وادفع حاجتك على رجلي. شغادي نعملك بعد مني؟ مش عمرك سي البرجوازيين كيعنقوا المزاريط بحالك؟ قالك صح وزيدون ما فيك ما يتعنق. انا مالي محنك مالي وكل الحلبة؟ لا فيك غير ريحة التومة. ايه واش غندير مالي لخاطري؟ انت عارف اخويا باللي امي مسكينة فاطمة لي على التومة من صغري وانا عز عليا التومة، غير البارح بلا بعد غدايا كله غير التومة. ولي 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 وباش ما التومة واش ندرجي معاها الدجاج ولا اللحم؟ لا درت معاها واحد الحوته كتشبه التومة. التومة ودي سير عصير التومة. اذا ما خفتش نكذب غادي تبرد ما كاينش تخرجيش. بصح بصح خويا غدا مرض. كيفاش بصح؟ انت راك واخيرا راك مريض وراك غادي تصاب واحد المرض كيقولوا الفرنساوية توميزم سببه هو التومة. وشنو الدواء ديالو؟ الدواء ديالو الدواء ديالو ساهل. اول حاجه خاصك دير هو انك خاصك تمشي تضرب شي تحميمه. امشي اشنو امشي؟ امشي للحمام. هي دابا لا تمشي تعادينا بتوميك. امشي واحد الحمام في واحد الكسال كتغدر. يلا سيدي سير اعطي الصابون 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 واخا. خلي الريحه كتقلب. ايوا شنو غادي ندير؟ كيف ما كان الحال انا ملي كيدخل هاد خويا عندي كان كيبان لي بان داك النهار غادي يدوز عندي فرصه. شوف بربي غنقولك واحد الهضره وسمعني مزيان. اشنو هي؟ هاد الدار ما بقاتش ديال المزاريط. ايوا ولكن اش غادي ندير ليه؟ راه كيف ما كان الحر راه هو خويا. ولكن بلاتي الا عاد انا بالزلطه اش ندير؟ اش ندير؟ نظير غادي نمشيو نديرو التلقيح ضد الزلط. فين حميد؟ داك الشاب داك الزوين داك وليدي سيدي حميد. صباح الخير صباح الخير صباح الخير والرباح والتيسير. يلا ولدي يلا البسحه وجاتك يلا نمشيو نقلبوا على العماره اللي غادي نكريو المشروع ديالنا. تصيفطناش الانعاش؟ لا 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 انت ما صيفطتش انت الانعاش، انت خصك تعيش انت خصك تحيا باش نمشيو نقضيو حاجه لراسنا. الله يرضي على ولدي. بلاتي علينا مازال الحال. الله يهديك الله يهديك اسيدي حميد. الوقت من ذهب. انا كنعرف واحد السيد صديق ديالي باغي غير الشماجه والان تبارك الله هكا كيلعب في المال هكا هو كيحسب الفلوس. لا لا انا ما عزيزش عليا الفلوس الميدومي. ها الفلوس الميدومي هو اللي بنينين وزوينين بحالك اوليدي الزوين الغزال. يلا يلا واك تشجع تشجع يلا نمشيو. انا ما نخليش تصافي عمي. لا الله يهديك السفر غادي يكون ديك الساعه اللي دا شده واللي زهق جا على عينك فيه ولا زربا على صلاح. الله يهديك الله يهديك قالك لا زربا على صلاح. سير بيا برا سير ولدي تشجع تشجع ولدي حويجاتك ويا الله. صباح الخير يا تيتي. بخير بخير. ياك خويا فوجات ضربتنا واحد الفرقة. ايوا اش درتي ليها؟ اش درت ليها؟ ضربتها بنعسة. الله يتعبرتي عليها بعدا. ماشي فطور راه فطور في البراد. براد؟ ما تقوليش زعما نصبح على خويا في شي كاس ديال الباناشي ولا شي حاجة. هادشي ما كتعرفيش انتي. علاش وصلنا ودير شي الباناشيات هنا؟ باناشي فينا شتي شي حد ما كاين في الدار؟ فينا الوالد فينا الوالدة؟ بابا وحامي تخرجوا وماما مشات تتقدى بحال ديما. قلتي فطور في البراد ياك؟ وزينة راه فوق الطبلة. بشوية بشوية هاكا خويا ميري على تبشقيلة. لبنى لبنى فين كلنا لبنى؟ الو راه ما كاين حتى حد غادي نشوف لك جبتي هكا لطفي وليدي تنقدي سخفتني غادي سخفتك عرفتي يا لطفي وليدي الماشي كله ما فيه غير الشوا. انت ما بغيت غير الشوا فين ولا فين؟ ايه مالك عقلك غير في كرشك. الشوا زعما النار الغلا. يلاه طيب الغلا فين عمرك الرخا؟ بس عرفتي يا لطفي مشيت بسطاني هك عامر تصور 50 درهم ما قديتهاش للتقضيه. 50 درهم عامر
ما خفتهمش لا سرقوك؟ بيني وبينك واحد بوش لاغم بقى خطط عليا العين من الحانوت لحانوت من الزهر الخضار، ولكن ماما كنظيره واعره بزاف سلتني. لا دابا لا دابا راه الوقت خايب، راه دابا الواحد كي تم غادي يهز معاه 50 درهم راه يفوتو تيسرقو ولا شي حاجه. الله يحفظك ولدي وصافي. لا شوف نقول لك، انا عندي واحد الاقتراح، بداي كديري مابقاش تهزي معاك الفلوس بزاف، ديري الكارت كريدي. كي كيدير نخلصو بكارت كريدي؟ انا نقول لك، انا يجي الوالد سوليه هو راه كيعرف داكشي هو يديرها لك. الله يرضى عليك، ولكن نيجي فكرني. انا نفكرك. انا هو مازال ما جا. دابا جا ولا ما جا؟ واش كاين شي غدا ولا ما كاين؟ هادشي اللي بغيت نعرف انايا. يا لطفي، واش انا من كل حدوتك طيبتوني وبنتي وصاحبك هالفطورات هالغداوات هالعشاوات وقلتي لي ملياردير؟ ما بان ليا والو. هو ملياردير بس راه كيمشي يشوف شغل، راه تعرف واش يدير بزاف واش غنديرو لحنا، واش عليك شي كثير ولا شي؟ راه كنزين معاك، ما كتقول لي لعب وحدك. وانت انا دويت معاك وانا بغيت نتغدى، راه ما فاطر بوالو، راه فاطر انا غير بكان ديالها تاي، واش عيب الله هذا هو الصبو؟ صافي هي غادة. يا لطيف مليونير الله يحفظ قضية بركة حماض. ما تعطل له كنت القضية فيها شي حاجة ماما؟ عمر بابك تعطل ثلاث مية الليل. ماما عندك تكون شدات ومعرف طويلة لغنى، ما احنا على فاك هاهو ما غنشوف العشاء في ساعة ونشي. عمي عمي ما شفتيش بابا وحميد؟ لا هما مشاو للدوش، ما مشاوش للحمام. وانت فين شفتيهم؟ ايوا باينه مين الفلوس برجوازين غيمشيو للحمام ديال بابا. ولا انت تبارك الله من 8 الصباح حتى 8 الليل عاجي للحمام. ايوا شنو وراني عاطي فلوسي، بغيت ندخل نتشلل ونخرج. والله الا واحد حميمه الا بعقلها الله يعطيني الصحة وليت دبل فيه. إوا بعدا تغليتي فيك السال. إلا لا تهليت فيه والله إلا في التهلول عطيتو 5 درهم. 5 درهم واش؟ يعني شكون أنت غير كتشتت في الفلوس؟ شتي أنا وماما ملي كنمشيو والله ما كنوصلو داك الثمن في الطيابة. أو أنت ما مشيتش هي شمتني والله المرة الجاية الشهر الماشي ما نفوتليه 2 درهم. نقول لك 5 درهم. بابا عندي شد الحالة الا وحميد مربوح خلعتو انا خويا كلا بس اش واقع؟ الا كان هذاك حميد مليونير الله يطيرني. ويلي علاش؟ علاش ما خلا فين هنورك بيا؟ المدينة كلها درناها ما قدرش يخلص عليا حتى طاكسي ولا حتى الطوبيس على الاقل. يمكن ما عنده غير الليرة. هذاك راه ما عنده لا ليره ولا دربوكه. انا اكتشف لي هذاك السيد راه ما كاين شي منه. نهار كامل وانا كنجري انا ويا ملي حرق عليا الجوع قال لي بلاش تا كسكرت في المحلبه ما قدر يخلصوا عليا. ملي كنا بابا غير داكشي اللي قالت لك ماما، يمكن السيد عنده الدوفيز باقي ما صرفش. دوفيز؟ وعلاش اللي ما يصرفش؟ انت هنا؟ علاش اللي ما يصرفش شيء؟ ياك دزنا على الابناك ديال المدينه كلهم وكلهم كاتبين لافتات مكتوب فيها مرحبا بالزبناء الكرام. شكون هما الزبناء الكرام؟ هما اللي عندهم الدوفيز، علاش اللي ما دخلش يصرف؟ انا مربوح كنت شاكه بلي داك حامين جاي من الطاليان، عمرو ما دخل في يدي الطرطه ديال النعناع. اش غادي يدخل الله يهديك؟ عرفتي شنو مشينا بقينا كندورو في المدينه ما خليناش شي عماره اللي ما شفناهاش. تصادفنا واحد السيد صديق ديالي ملاك لاباس عليه، راجل مخنوق حتى لهنايا، عنده عماره طالع حتى للسما. ايه من بعد؟ قال لي ودي الله يخليك، كنت وقفت معاه كان صوب ما بغاوش يصوبوا له النسخه ديال عقد الازدياد وقفت معاه. قال لي ها انت السي مربوح ها السويرتات ها العماره خدموا المشروع ديالكم. احنا باغيين نعاونوا هاد الشباب اللي بغا يستثمر امواله في بلاده. والمشروع حتى وكان المشروع وخلصوه. ايوا ما تسالوش. ثم اللي قلتها لحميد قال لي لا. وعلاش؟ قال لك انا لا هو بغى يدير المشروع ديالو البريخه في قلب البحر. وشوف التحراميات. وقول لي دابا فين خليتيه بعدا؟ خلي دخل خلينا يدخل له ان شاء الله يخليه بالخلع. دخلوا قال لي لا ما نمشيو جاي من الشارع الناس كيعرفوني غادي يطلبوا مني الصدقه حيت باين بيا انني ايطالياني. دخلنا للقيصرية ديك الدور انا اللي درت عندكم في القيصرية زحمت ورجعت وجا لقيت الولد الدار شفت حراميات. شلت عليك بابا ياك؟ شلت الله يخليه بالخلع. ايوا
وجهتي 15 يوم وانا كنعلف فيه، ولكن راه كنت شاكه الريحه الطليان ما فيش. ريحتهم مال الخارج ريحتهم زينه. اجل مال الخارج زينه، هذاك ولدنا لطفي هو مول ومول هاد الفضايح كلها. عمرو عمرك يا وليدي يا لطفي ما دبرتيني على شي همزه فيها الضو. ما كيدبر لا اللي فيه الضو ولا اللي فيه الماء. بابا دابا هادو حوايج باينه فيهم ديال الطليان هادو. شوفوا عباد الله، شوفوا قميص المليونير، شوفوا سوا المليونير. ها شوف هالليره اللي جايب من الطليان. شوفوا الفقر، عجبك الحال؟ شوفوا الفقر كي داير. والله ما يجيبوا حتى 5 دراهم في البحر. يا لطيف. حسبي الله ونعم الوكيل. لبنى عفا بنتي نضيج مع هذا الشيء ونحيد لي هذا الشيء الزنقه. لا 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 باقا مقلوبه بريحته. رابحك انا اختك وانت خويا، جمع لي هذا الشيء ونحيد الزنقه. لا 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 انا عاد ضربه بغسله وعطي لك السر 5 دراهم. انا اللي غادي نجمع هاد الحوايج اللي لوحهم انا. هذا راه مفرسي ما نعاود فهاد الشيء.